فضيلة الشيخ وفقكم الله، ما القول الراجح بالنسبة لغسل الجمعة؟ هل هو واجب أو مستحب؟ الجمهور على أنه مستحب ليس واجبا، بدليل قوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. نعم، انتهى. والله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد على آله وصحبه. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.